الله يرحمه كان جارنا واسمه ابو عدنان، وحنا وياه في المسجد وكذا، ورحل وصار بيني وبينه اتصالات قبل الواتس وكذا. يوم اخذت لي فتره، انقطعت لي يمكن فتره ما اتصلت، اتصلتك اليوم لردت زوجته ابو عدنان. هذا جوال ابو عدنان؟ قالت نعم. قلت من انت مين؟ قالت انا زوجته. قلت وين ابو عدنان؟ يكون تعبان. قالت لا انه توفي الله المستعان. انصدمت يعني، تعرف لما تتفاجأ أنت تسأل عن واحد وفجأة كذا يعني تلوم نفسك أني كيف ما تواصلت معه. يقول اتصلت وزوجته ردت تقول مات أبو عدنان من عدة شهور، ما قويت الرد من زود الذهول والخجل بالنفس وتاني بالشعور، كيف ما داومت وصلي للوصول، يا حسايف تكسر الخاطر كسور، عبرة الأهل البصاير والعقول، عجلوا بالوصل من قبل القبور، كان جاري بالمحبة والقبول، لا لقيته بشفي وجهي سرور، وكان بالطاعات والرب عجول، وكان بالطاعات والرب وصول، يشهد المسجد وعجل بالحضور، مالك إلا الملك ملكك ما يزول، منزل الرحمات غفار غفور، اكتب الفردوس ورضاك وقبول، ومن وهن ابو عدنان بالحور وقصور، وعلى المبعوث للعالم رسول، الصلاة نقولها طول الدهور. اللهم صل على محمد وعلى صحبه.